الطريق المؤدي إلى وسط البلد في مدينة عمان يستوقفك مجسم لقبة الصخرة على سطح مبنى قديم يجلس إلى جانبه نظام نعمة، فنان أردني غارقا ومتأملا في هذا المجسم الذي قرر أن يبنيه فوق منزله بدافع الشوق إلى مدينة القدس التي يحلم بزيارتها. من محبتي لقبة الصخرة لفلسطين حبيت أعمل المجسم مطابق للأصل طبعا، ورسالة رسالة محبة وشوق لفلسطين لقبة الصخرة والمسجد الأقصى بالذات. المواد اللي معمول فيه اللي هي الرخام والفسيفساء والنحاس للقبة، نحاس صافي طبعا، وزنها 6 طن، أبعادها طبعا هي 5 متر ضرب 5 متر بارتفاع 3.80 متر. الهلال نحاس صافي سكب الهلال كمان مطابق للأصل، والرنج هذا نحاس كمان. مصلى قبة الصخرة أحد أبرز المعالم في مدينة القدس، إذ تعتبر قبته أهم وأبرز المعالم المعمارية الإسلامية، كما ويعتبر أقدم بناء إسلامي بقي محافظا على شكله وزخرفته. بنيت هذه القبة بأمر من الخليفة عبد الملك بن مروان عام 66 للهجرة. عيوننا إليك ترحل كل يوم. بانتظار أن تعود القدس وقبة الصخرة إلى أهلها، ستبقى قصيدة الشعراء وأغنية في حناجر المغنين ومجسم على السطوح العربية. من على أحد السطوح في مدينة عمان، جميل ظاهر، قناة العربية.